الآن مطبخ هيل مع إيناس عاهد. وصلنا للفقرة اللي كلكم تستنوها، مطبخ هيل مع إيناس عاهد. خليني أروح لإيناس، كل مرة هي بتسلم على هاي المرة أنا بدي أسلم عليها عشان أنا متحمسة أعرف شو طبخنا اليوم. يلا صباح ولا مساء؟ يسعد مساكي رشا، ويسعد حبيبتي، ويسعد مساء كل المشاهدين اللي عم بتابعنا اليوم. طبعا رشا اليوم عاملين أكلة أنت بتحبيها وأكلة ما بتحبيها. لا طبعا مش يمكن ما بتحبيها. طيب اوكي. طبعا هي رشا من اللي قالت لي ليلى، قلت لها ان مش دائما الحلقه بدنا نطبخ لرشا. في عندنا مشاهدين اكيد في وصفات عديده، بس في تبوله اليوم. في تبوله اكيد اليوم، تبولتنا رح نعمل تبوله الكنوة مع الرمان، بالاضافه رح نعمل رقاب الخروف المحشيه. طبعا انا بحب هاي الاكلات، يعني بالذات الاكله الرئيسيه. احنا اليوم خميس، دائما الواحد بيكون مريح يوم الخميس وبيحضر الطبخات لثاني يوم. أوكي. واليوم الجمعه بيكون هو يوم العيلة، يوم التجمع، دائما ست البيت بتحب تطبخ إشي مميز، صح؟ أو بتكون عازمة ناس، فاليوم الرقاب المحشية هي يعني أنسب الوصفات والأطباق اللي ممكن إنه نعزم حدا عليها لأنها مرتبة كتير. أنا بحس هاي الطبخات بتغلب إناس صراحة، يعني بتتعب، عشان هيك ما بحبها بكون. لا ابدا ما بتعب. ابدا ابدا صدقيني، يعني رقاب محشيه يعني بحس انه حقضي نهاري بالمطبخ. يعني بتعرفي سهولتها اسهل ما انت بتعملي مقلوبه كل يوم. مش انت بتقولي لي دائما بتطبخي مقلوبه كل يومين ثلاثه ومجدره يعني صدقيني ما بتفرق ابدا. جد بسرعه بتتسوي. ابدا ابدا رح تشوفي هلا طريقتها. يب. بس هي اللي رح تاخذ وقت خلال السلق بس، مش أكتر. أما خطواتها كتير بسيطة، بس أنا رح أحكي للمشاهدين إيش رح نحتاج لهاي الوصفة. طبعا عندي رح نعمل، لما نقول رقاب محشية رح نحشيها بالرز واللحمة، حشوتها مثل طبخة الدجاج المحشي، الخروف المحشي رح نشتغل فيها. طبعا قبل ما نبلش، أنا هذه الوصفة أنا كنت أعملها بطريقة شوي غير، علمني إياها شيف مرة أنا عملت معاه انترفيو وحلقة، فكتير حبيت طريقته وحبيت أرجع أعملها. اليوم حتسوينا زيها. رح أعمل نفسها. أوكي. بس يا ريت متذكري اسمه، كان شكرته على الهواء، بس اكيد يعني له الفضل بتعليمي بهاي الوصفه. شكرا له بكل الاحوال. بكل الاحوال. وهون عندي الرقاب. هلا اول شيء رح البس جلوفز انا، لانه رح نحشيهم. طبعا بدنا نحشيهم. طبعا تاخديهم من اللحام جاهزين للحشي. انا بحب يكون في عليهم شويه دهنه، بتكونوا اطيب عشان ما يطلعوا كتير ناشفين. طبعا هون اول شيء بدنا نقلب اللحم المفرومه. رح حكينا انه رح نحكي مقاديرها. رح نحتاج لحمه مفرومه. طبعا رح نحتاج رقاب خروف. رح نحتاج كمان رز، ان كان مصري او رز الامريكي او رز البسمتي، على حسب الرغبه. انا رح استخدم رز بسمتي، ما بعرف يمكن انا من اكثر الناس بحبه رز البسمتي، هيك بحسه خفيف. بالضبط. رح نستخدم اللوز كمان، رح نحط بالوصفه لوز مصاص ولوز رباع على حسب الرغبه. بدي سنوبر إناس، انسي موضوع السنوبر. بالاضافه رح نضيف اللبن، هذه لتتبيله الرقاب. ورح نحط البندورة طبعا بالإضافة للبهارات. أول شيء رح نستخدم السمنة بتقليب اللحمة. طبعا هون إلك خيار، بدك سمنة بدك زيت، على حسب الرغبة أنت شو بتحبي. أنا بهاي الأكلات صراحة بحب شوي السمنة. انا قربت عشان ادفى، انا اليوم بردانه ما بعرف، هو مع انه الجو بجنن، بس لا هي فيها شوي على فكره، بس هيك شوي حاسه في انه في برد خفيف. يعني مش عشان تتعلمي. لا بدي اتعلم. هو كونديشن كثير قوي، صح؟ بالضبط. هلا هون عندي لحمه مفرومه ناعمه او خشنه على حسب الرغبه. بعد ما سيحنا السمنه رح نضيف اللحمه. رح ناخذ معلقه الخشب. هلا خليكي انت عند اذا بدك تدفي احسن. لا عادي بحرك إناس، بتفهم. طبعا رح نضيف بهارات. من البهارات اللي انا بحب استخدمها بوصفه الرقاب او مع الرز اللي بنحطه للدجاج المحشي او الرقاب، اللي هي الفلفل الاسود. نستخدم كمان القرفه المطحونه، الهيل المطحون، البابريكا، العصفر، هاي كلها منكهات كثير كثير طيبه للاكل. رح ناخذ القرفه، طبعا بابريكا، رح احط شويه عصفر عشان الرز. وهون عندي، خليني اشوف هذا البهار شكله قرفه. لا هذا جوز الطيب. هاي قرفه. وهاي عندي الملح بالاضافه للفلفل الاسود. اول مره بحضر بهار لحالي. من لونه عرفتي. لا مش لهالدرجه يا رشا، يعني اكيد. لا بعرف. انت يعني ما شاء الله عنك، يعني دائما بسمعك عملت عازمه، اهلي جايين يتغدوا عندي.
هلا هون بس يبلش اللحمه تنزل ميتها او يختلف لونها ببلش اضيف البهارات. طبعا الرز اللي راح استخدمه اللي هو الرز البسمتي حكينا منقوع مساعة بالمي الدافية، راح نضيفه ونقلبه بالزيت، بعد هيك نضيف مي سخنة عن تقلية اللحمة. هلا بس نقلي اللحمة منحط الملح بعد ما شوي تستوي ولا اول ما نقلي؟ هلا يفضل يكون بعد عشان ما تشد، عشان ما تشد، عشان ما تشد. انا هيك بعمل. نستنى كمان شوي. رشا راح اغلبك اخذ الرز البسمتي، طبعا واللوز المقلي رح نحطه كمان بالحشوه. بنحطه على اللحمه هلا؟ لا لا، بنستنى شوي رشا على اللحمه لانه لسه ما نزلت المي. هلا رح نيجي لموضوع الرقاب. رح ناخذ، هلا انا كنت اعملها نفس الطريقه بس كنت اشويها بالفرن قبل. هلا هو قال لي لا سلقيها سلق، برضه يعني نفس الطعم بس حسيت كمان هيك اعطت يمكن اسهل، ممكن اعطت كمان هيك نكهه غير الشوي، زفرتها شوي بتخف كمان ممكن لانه كمان بنحط معها بهارات السلق اللي هي الغار طيبه. ناخذ واحد هيك لانه عندنا رقبتين احنا، وحده الي وحده الك، او انت ما رح تاكلي حدوق حدوق. وحقول لك صراحه انت اكلك صراحه كثير طيب. الناس هلا هون رح نحط شويه فلفل اسود، رح اضيف هلا بضيف شويه صغيره ملح، ورح ارجع اضيف مع الرز رح اضيف شويه قرفه، بابريكا، العصفر رح اضيفه مع في عندي البهار المشكل، ناخذ شوي انا بقول نستنى عليها كمان شوي لانه في شوي قطع لحمه. هلا رح بس اخذ اورجيهم شكل الرقاب. طبعا انا غاسلتهم، اللحام نفسه بيعمل لي لها ولا بشي. لا 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 بس ما في داعي، بس غسيل. هاي شايفه في عامل لي من هون جابه. هلا هون هي ما بتاخذ كتير رز، ولما بدي اجي احشيها ما بحشيها كامله عشان برضه مع السلق رح الرز حتى يكبر. لو انه مستوي رح يرجع يكبر اكثر، فبحشيها بخلي ثلاث ارباع او ربع، مش ثلاث ارباع بتصير لهون يعني مش حاشين شيء صراحه. طيب اوكي. بس يا دوب بنخلي ربع وبنحشيها وبعديها بنسلقها، طبعا بنسلقها وهي مسكره بورق القصدير. رح ارجع اتركهم وهلا نضيف الرز. الرز رح ارجع اضيف نفس البهارات اللي ضفتها على الرز، بنضيف عليهم مي سخنه بس نفلفلها، بنضيف اللوز عشان ما يصير طري، عشان ما يصير طري. ايش هو اللوز؟ يعني بنقليه وبنتركه بس يتفلفل. كمان ملح رح اضيف هلا طبعا المي السخنه. اذا في هيل مطحون، يعني انا هون شوي ضايفه على الحشوه هيل مطحون برضه بيعطيني نكهه كثير كثير طيبه. رح اغمره يكون يا دوب شوي. هلا رح نعمل تتبيله للرقاب المحشيه، رح هي عباره عن لبن، معجون بندوره، شويه زيت، ملح، البهارات نفس اللي استخدمناها رح نرجع نحطها وندهن فيها الرقاب ونسكرها بورق القصدير ونحطها بالمي. او ممكن لما بدنا نيجي نشويها نعمل هاي التتبيله وندهن الرقاب وندخلها الفرن. هلا هون رح ناخذ هيك ايوه، بس بدي عشان ايدك ما مسكت اللحم رشا تعطيني معلقه. اوكي. اي معلقه صغيره ولا اي معلقه صغيره؟ اعطيكي معلقه صغيره احسن عشان فتحتها صغيره. رح نحطها بهالطريقه هيك. شوفي عشان ما اخذ كثير وقت على هذا الصحن حطي لي شويه رز وبايدي ببلش. اوكي. احسن. هلا
اوكي هلا بالايد هيك، طبعا ما بيصير امسك كل الرز وادخل ايدي ويضل الرز. صح لانك ماسكه اللحمه بالايد الثانيه بهالطريقه هيك. زي ما حكينا بس بدنا نترك ربع. حطي لنا شويه لوز رشا. هيا اوكي انت بتحشي دجاج اكيد؟ دجاج محشي اه طبعا. بتعملي الرز نفس الطريقه ولا مش مطبوخ ولا كيف رشا؟ لا مطبوخ صراحه بحشي. بس انا بسلق الدجاجه كمان قبل برضه. ليه؟ يعني برضه بتحسي بحب اشوف الزفره ان شاء الله قدامي يعني بهالطريقه هيك. هلا هون رح اكتفي انه حشيتها وخليتي ربع. لا بصراحه بدها كمان شوي رشا. بعدين بتخيطيها ولا ما لا 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 ولا بخيطها ولا إشي. هلا رح اورجيكي شو رح نعمل. رح اتركها على جنب ورح اخذ الثانيه. طبعا هذه القطعتين عباره عن رقبه. رقبه كامله اسموها من التنتين. بنقدر نعملها كامله اذا بدنا صح؟ لا هي لازم تيجي مقسومه. كامله كيف يعني بيكون في صعوبه شوي بحشيها رشي. هلا بهيك نحاول. طبعا هذا الرز بتقدم اللي بيزيد بصحن تاني. بصحن تاني وبتنحط الرقاب فوق نفس مبدا الدجاج المحشي بالضبط. شوفي نحشيها بفريكه كمان صح؟ ممكن هلا خليني اخذ هدول على جنب. هلا شوفي شو رح اعمل. رح اخذ معجون البندوره. بدي انت ايديك نضاف رشا بس البهارات تعطينا اياها هيك رشه رشه. رشة قرفة أصفر يمكن شوي. أوكي هاي بابريكا ملح أهم إشي ما ننسى والفلفل الأسود. أوكي وملح باب كتير رشة لانه معجون البندوره شوي بيجي مالح. هلا رح اخذ شوي من الخليط واحطه بهالطريقه على القصدير عشان ما تمسك معي الرقاب بورق القصدير. رح احطها هون. اوكي هلا رح افكرها مضبوط وبحطها بطنجره مي سخنة أو طنجرة ضغط على حسب الرغبة. هلا إذا حطيناها بضغط بدها 40 دقيقة. أوكي. زي ما هي. زي ما هي بورق القصدير وبنحط لها المنكهات الورق الغار الحبة للمي نفسها. للمي نفسها. وإذا بدنا نحطها بالفرن برضه نفس الطريقة بنعملها بنحطها بالفرن. حكينا يا بطنجرة ضغط أو بطنجرة عادية. الطنجرة العادية بتاخذ لها تقريبا ساعتين ونص. بس إذا في ضغط بتريح أكيد. طبعا بس تستوي بنفتح ورق القصدير وبندخلها الفرن لحتى تتحمر عشان تاخذ للتحمير. طبعا انا ما رح احطهم بالمي هلا حرام لانه ما رح يلحقوا يستووا. رح اخربهم اكيد. محضر جاهز رح ناخذهم على جنب ننظف. حلوين الصحون الفخار اللي صراحه شوفي ومناسبين ل يعني الحجم كثير مناسب. طبعا بنحط لوز. عامله كمان بصل. شوفي البصل كيف بتعملي هيك. هلا البصل بنقطعه مثل هاي الطريقه جوانح. اوكي وبنحط معه معلقه طحين بنخلطه وبعديها بينقلب الزيت بتطلع هيك بتضلها مقرمشه ما بتدبل. بدك اساعدك بشيء؟ لا بس بدي اخذها لانها سخنه. شكلها زاكي صراحه. ريحتها
ريحتها رهيبه. شوي من هذا اللوز حدوقها. لازم تدوقيها رشا. لازم يعني حرام لازم تعمليها لمحمود كل يوم مقلوبه كل يوم مجدره يعني والله حرام. هو اللي بطلب هيك ما هي ما هو مش عاملتي له شيء ثاني يعني انت مش معطيته مجال. راح نحط بصل الاخضر. منيح ما زينتها انا. ليه؟ كان عملت لك موديل ثاني. والله اذا انا ما بعرفش غير ارش هيك. بناخذ شويه بقدونس وخلص. شكلها بشهي صراحه. شوفي كمان. كمان انا العين اللي بتاكل. شوفي انا ما حطيت زبيب بس انا من الناس اذا بعملها بالبيت بحط مع اللوز كمان زبيب كثير بحب. لسه بدي اسالك بقدونس شويه خضار شويه صغيره من الخضار طبعا سلطة عربية. لبن خيار بلبن. خيار بلبن هي هيك مناسبة بس بخيار. أنا قلت خليني أعمل لرشا اليوم التبولة قد ما هي بتحبها. أنا مبسوطة كمان بس أكيد مش تبولة عادية يعني رح نعمل بس تشبه طعمها صح؟ تبولة يعني بالآخر. بعدين بقدونس كتير مفيد إناس. هلا البقدونس مفيد ورح نستخدم الرمان بالوصفه. والرمان قد ايه مفيد كمان؟ الرمان ورح استخدم الكينوا كمان. حبوب الكينوا. بذره الكينوا هلا رح اورجيك اياها بنسلقها شوي مفيده جدا. هلا من اكثر الاشياء المفيده اللي هلا مثلا موجوده الكل عم بينصح فيها من اخصائيين تغذيه ليش قد ما فيها فوائد كثير عاليه واحنا بنستخدمها بدل البرغل. دقيقه بدي اجيب قهوه. بدك قهوة؟ والله يا ريت رشا. هلا مقادير التبولة عندنا كثير سهلة، احنا اليوم مش تبولة عادية، هي يعني مقادير التبولة العادية بس رح نستخدم الرمان. اوكي، ورح نستخدم الكينوا وعندي بندورة مقطعة صغيرة وعندي شوي من البصل الأخضر، هلا أول شيء البصل الأخضر لازم أطريه شوي لحتى ما يكون كثير بيقرش، رح أحط عليه شوي من زيت الزيتون. لحتى يطرى ورح احط ورق نعناع. هاي قهوتك. يسلموا ايديكي وعينيكي. طبعا احنا ما بنتعدى على رشا بالقهوه. القهوه تخصصي. القهوه بعلمك كيف المره الجايه تعمليها بس اليوم بتقولوا لي خفيفه ما بعرف ليه عاد بدي ادوقها. هلا هون رح ناخذ ورق النعناع شوي. هلا هون حطيتي بصل وزيت. حطيت بصل وزيت. هلا البصل الاخضر او البصل العادي بالتبوله عشان ما يقرش لازم احطه بشويه زيت لحتى يطرى تكون هيك ورقته شوي طريه. رح نتركهم. عندي البندوره اقل معلقه احركهم ولا كمان شوي؟ مثل ما بدك رشا. رح نحط شوي بندوره مش كثير. دقيقه بلاش اسرع كثير على الجوزة. رح ناخذ شوي من نفس التبوله تقريبا هيك لهلا. بس شوفي احنا لسه ما بنخلطها كثير عشان لا ما اخلط. اوكي شايف الكنوة؟ كنوة. هاي كنوة. هلا الكنوة في اكثر في لون ابيض في لون اسود وفي ابيض واسود مع بعض بتنباع. اوكي بدي ادوقها عشان افهم شو هي. لا هيك شوفي ما رح تعرفيها الا لما اورجيك الباكيت صراحه. موجوده عند كل العطارين. طعمها زي البرغل عفوا بس مفيده اكثر من البرغل رشا. رح نحط النعنع. رح نحط البصل الاخضر. ريحه النعنع بتجنن. ومش اي نعنع كمان من المزرعه من عندي يعني. اللي بدي اسالك اياه هي بتكون مو طريه هيك لازم تنقعيها قبل الكنوة. بتسلقيها. هي بتيجي ناشفه. اذا نقعناها ما رح مش مثل البرغل يعني انه خمس دقائق لازم سلق. لازم سلق. ورح احط رمان. هي شو اصل هاي السلطه من اي بلد بتعرفي؟ يعني لا بتعرفي اي بلد مشهورين فيها ولا؟ لبنان. لبنان. هلا لبنان معروفين بالتبوله العاديه بس هاي صارت اضافات. رح احط رشه ملح. ليمون بنحط؟ حطيت ليمون ورح نحط دبس رمان. يا عيني احرك؟ اه شكلها كثير زاكي صراحه.
بعدين تغيير عن التبولة مثلا، أنا قد ما بحب التبولة بضل كل يوم، إذا مش كل يوم يوم بعد يوم صراحة بحبها كتير، هيك تغيير يعني. خليني أجيب لصحون. بس إناس أظن بدها ملح كمان صح؟ ذوقيها رشا. يلا خلينا نذوقها قبل ما نحط شوي. ذوقيها بعدين ما تنسي لسه في عليها دبس رمان. ما بدها؟ لا اوكي هي حركنا. رح ناخذ، رح احط بهادي انا. استني اجيب لك هي المعلقه من هون. بدك هاي المعلقه؟ خلص اوكي. امسكي لي الصحن هيك. هيك مسكت الكبير. طبعا على الوجه بنحط قربي هيك رشا، بنحط شوي من دبس الرمان. هاي انا عملت واحد الي واحد الك. طبعا اللي بحب دبس الرمان رح يحبها كثير. انا بحبه كثير. في ناس ممكن ما تحط دبس رمان، هلا انا لما بعملها لناس مثلا عندي بقول لك مثلا بدون دبس رمان بنحبها اكثر. او دبس الخروب مثلا، هدول حلوين ما بيزبط. وهيك يا عيني التبوله والرقاب صاروا جاهزين. يلا شو رايك بالاطباق اليوم؟ حسيتي سهله رشا؟ سهله الرقاب صراحه، بس هي لما انت عملتيها بالنسبه لي سهله، بس انا لما انا اعملها هون مشكله. شوفي هلا اي شيء اللي بيحشي دجاجه انا دائما بقول بيحشي خروف، يعني سهل. سهل لانه زي ما بتحشي الدجاجه نفس الطريقه نفس الخطوات بنعمل خروف، بس هي يعني اشكال او تغيير. يوم رقاب ممكن تعملي زغليل محشيه، ممكن تعملي حمام محشي، ممكن تعملي خروف محشي. انا قبل ما نودع مشاهدينا وقبل ما ابلش اكل رح اجيب لك تليفون، اني بعرف تتضايق اذا ما صورنا الاكل قبل صح؟ بالضبط. طبعا خليني انا اودع المشاهدين، وعبين ما تيجي رشا هاي وصفاتنا اليوم. اكيد اللي ما حضر الحلقه اليوم وما لحق يكتب المقادير اكيد رح تشوفوها على اليوتيوب على صفحه مؤسسه الاذاعه والتلفزيون. حصور لك اكلاتك قبل ما تاكلي عشان اكل براحتي صح؟ صح. سلم ايديكي ايناس. وايديكي رشا. وهي صورة هلا بنقدر ناكل براحتنا مشاهدينا. إن شاء الله حلقتنا لليوم تكون عجبتكم. استنوا حلقتنا بنفس الوقت. عطلة سعيدة، أيام سعيدة، إن شاء الله كل حياتكم كلها سعادة وفرح. باي باي. باي.